الجلسة الاختتامية كما جرت العادة بإلقاء كلمة تهم بالأساس الحصيلة مع تحديد قدر الإمكان بعض الآفاق. سيد الوزير، سيدات والسادة النواب، طبقا للدستور وعملا بأحكام النظام الداخلي للمجلس وجريا على تقاليدنا البرلمانية الوطنية، نختتم الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية 2019-2020، دورة ولا إن كانت عادية من حيث إطارها وسياقها الدستوري، فإن السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي الوطني الذي حكمها يعتبر استثنائياً، فقد انطلقت بالخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله إلى الأمة بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية يوم 11 أكتوبر 2019، والذي يعتبر بالنسبة إلينا في المجلس مصدر توجيهات نسترشد بها ونحن نمارس اختصاصاتنا الدستورية. ويعتبر السياق الوطني لهذه الدورة استثنائيا أيضا، لأنه اتسم بدينامية خاصة يمكن اعتبارها حلقة أولى في المرحلة الجديدة التي تلجها بلادنا، والتي حدد جلالة الملك في الذكرى 20 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين مقوماتها ومعالمها والتحديات والرهانات التي تطرحها والتي يتعين كسبها. في هذا الأفق، تابعنا في مجلس النواب الحرص الملكي على الإعمال الفوري لدعوة جلالته القطاع البنكي الوطني لتمويل الاستثمار ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للدخل، وذلك بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، وهو البرنامج الذي أطلق آمالاً كبرى لدى مختلف شرائح المجتمع المغربي، وبالخصوص فئات الشباب الراغبين في دخول عالم الأعمال. وبالتأكيد فإن الرهان، خصنا نضحكوا معكم السيد تدلوي، السيد النائب، ضحكونا معكم، نحن كذلك في حاجة إلى أن نضحك بكيفية جماعية. وبالتأكيد فإن الرهان على الشباب هو رهان على المستقبل وعلى الثروة المغربية الحقيقية التي ينبغي الاعتماد عليها. والبرنامج هو بمثابة أوراش تزرع الأمل في أوساط شبابنا، خاصة وأنه يستحضر عدة أبعاد وخصوصيات مجالية وقطاعية، وكذلك كل ما له علاقة بمصادر وآليات التمويل بقروض جد ميسرة في تجسيد المؤسسات للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفضلاً عن الآمال التي يبعثها إطلاق البرنامج في المجتمع، فإن الحرص الملكي على تحديد الالتزام كل طرف بما في ذلك الحكومة وبنك المغرب والأبناك ومؤسسات أخرى والتعبئة الغير المسبوقة للقطاع البنكي المغربي، من شأن كل ذلك أن يضخ نفساً جديداً في الاستثمار وفي تأهيل المقاولات وفي إحداث أخرى جديدة وخلق فرص شغل جديدة. وبالتأكيد سيخلق ثقافة جديدة في عالم الاستثمار والإنتاج والتجارة والخدمات، مما يجعلنا بالفعل أمام مشروع وطني طموح لمحاربة العطالة ولتشجيع المبادرة الخاصة. وبحكم أبعاده وحجمه يطوقنا هذا البرنامج ضمن ما تستلزمه منا المرحلة الجديدة. نحن في مجلس النواب
بعدة مسؤوليات تتجلى أولا في الحرص على مراقبة وتتبع ومواكبة التنفيذ، وثانيا في الحرص على تطبيق القوانين بإصدار النصوص التنظيمية واعتماد الإجراءات المتفق عليها، وثالثا في مواصلة توفير المناخ السليم للاستثمار من خلال اعتماد التشريعات الضرورية لتأطير الدينامية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة مع متطلباتها. وفي هذا السياق نظم مجلس النواب يوم 29 يناير 2020 تحت الرعاية السامية لجلالة الملك ندوة وطنية في موضوع تمويل الاقتصاد الوطني نحو تنمية إدماجية، شكلت إطاراً لحوار وطني هادف ورصين ومن مستوى عال بين البرلمان والحكومة ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية وسلطة النقد ممثلة في بنك المغرب وكذلك الأبناك الوطنية. توج هذا اللقاء بتوصيات والتزامات متبادلة وخلاصات سنحرص داخل مجلس النواب على تنفيذها وعلى التفاعل بشأن ما ينبغي لكل سلطة أو طرف أو قطاع القيام به على أساس احترام الاختصاصات والوظائف. في هذا الأفق يندرج أيضا جزء أساسي من حصيلة المجلس التشريعية برسم دورة أكتوبر، إذ صادقنا على نصوص تتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، ويتعلق الأمر بقانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وقانون بشأن التمويل التعاوني وقانون يتمم ويغير قانون عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص وآخر بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية وقانون بمثابة ميثاق المرافق العمومية. وتنضاف هذه النصوص إلى ما تضمنه قانون المالية من إجراءات تتوخى تيسير وتمويل الاستثمارات ودعم المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وبالتحديد إحداث صندوق دعم وتمويل المبادرة المقاولاتية التي رصدت له 6 ملايير درهم على مدى 3 سنوات. وإذا كان قانون المالية كما هي العادة قد أخذ الحيز الأكبر من أشغال المجلس التشريعية، فإن إنتاجنا التشريعي في مجالات أخرى كان مهماً من حيث العدد ومن حيث النوع، إذ صادقنا على 35 مشروع نص، منها مع الأسف الشديد مقترح قانون واحد، 34 مشروع قانون تغطي مختلف القطاعات والأنشطة. أذكر منها على سبيل المثال للحصر قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المنشأة بموجبه حدود المياه الإقليمية، وآخر بتغيير وتتميم القانون المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ. ويكتسي هذان النصان أهمية خاصة إذ يكرسان النهج السيادي المشروع للمملكة المغربية، وتحيينا كذلك للترسنة القانونية الوطنية في حماية مجالنا البحري وفق ما تكفله الشرعية الدولية والقانون الدولي وقانون البحار وكذلك ما تضمنه الأعراف الدولية. وإن مما يزيد من أهمية هذين النصين اتساع مجالنا البحري الممتد على طول 3500 كيلومتر موزعة على واجهتين ببحرين متوسطي وأطلسي، والمخاطر المحدقة بهذا المجال من أعمال تلويت وصيد غير مشروع واعتداء على الثروات البحرية التي تزداد أهميتها الجيواقتصادية في السياق الدولي الراهن. ومرة أخرى
ينبغي أن نثني ونفتخر بالإجماع الحاصل حول هذين النصين. وفيما يخص مراقبة العمل الحكومي، شكلت جلسات الأسئلة الشفوية مناسبة للحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول سياسات عمومية أفقية وقطاعية. تناولت الجلسات الأربع التي أجاب خلالها السيد رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس 5 سياسات عمومية اكتست الأسئلة بشأنها راهنية كبرى، منها السياسة المائية وتسريع التصنيع ومناخ الأعمال وتنمية المناطق النائية وأولويات العمل الحكومي والتدخلات العمومية خلال ما تبقى من الولاية. وخلصت المناقشات حولها إلى التعرف بتفصيل عن المنجز فيها وتشخيص كذلك الاختلالات والتعرف على الإجراءات التي ستتخذ لتداركها. وأجاب أعضاء الحكومة خلال 12 جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية التي انعقدت خلال الدورة عن ما يناهز 347 سؤالاً في إطار الحوار والتفاعل بشأن قطاعات وخدمات وبرامج عمومية وأداء المرفق العام، علماً بأن أعضاء المجلس وجهوا إلى أعضاء الحكومة برسم الدورة الحالية 1160 سؤالاً شفوياً و 2700 سؤالاً كتابياً. أجابت الحكومة عن 800 منها. وشكل العمل الميداني من خلال المهام الاستطلاعية للجان النيابية الدائمة ومن خلال اختصاص تقييم السياسات العمومية والاستماع إلى رؤساء ومديري المؤسسات العمومية في إطار مراقبة المالية العمومية وفي إطار المهام الرقابية للجان النيابية الدائمة آليات أخرى لمراقبة العمل الحكومي وأداء المرافق العمومية، أسفرت عن خلاصات وتوصيات متوافق بشأنها ستكون بدون شك أساس إجراءات تدارك الاختلالات وتجويد أداء المرفق العام وحافزاً على اتخاذ مبادرات تشريعية. الزميلات والزملاء، يواكب ما تحققه بلادنا في مجال توطيد البناء المؤسساتي وفي مجال التنمية تعزيز وحدتنا الترابية وتثبيت سيادتنا الوطنية في أقاليمنا الجنوبية، وتجسد المشاريع الإنمائية والتجهيزية والخدماتية المهيكلة غير المسبوقة والتي هي بصدد تحويل وجه الجهات الجنوبية الثلاث، ذلك التماسك، ذلك التلاحم البشري والتنموي والجغرافي الوطني، والذي يتعزز يوميا من خلال إعطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان في إطار ورش كبير مستقبلي يتعلق بالجهوية المتقدمة. كل ذلك سيعطي مدلولا ملموسا ومعنى حقيقيا. ويواكب هذه الإنجازات ترسيخ للإقرار الدولي المتزايد بمشروعية الحقوق المغربية بسحب عدد من البلدان اعترافها بالانفصاليين وفتح عدد من البلدان الشقيقة قنصليات في 2 من كبريات حواضر الأقاليم الجنوبية العيون والدخلة. وقد أثمر التراكم المحقق في تحسين السيادة الوطنية على الأقاليم الجنوبية، وواقعية وجدية مقترح الحكم الذاتي، وتثبيت حقوقنا المشروعة، وقوة إجماعنا الوطني بقيادة صاحب الجلالة محمد السادس الذي يرعى دبلوماسية وطنية مثلها وعقيدتها العدل والوفاق والتعاون والشراكة والنزوح إلى السلم مع الإقناع. كل ذلك أثمر انهياراً لوهم الانفصال في السياق الجيوسياسي المتسارع، تأكيداً لمشروعيته وصحته
وصلابة اختيارات المملكة. وبالتأكيد فإن هذا الانكسار يتحقق أيضا على صخرة صمود ويقظة وجاهزية القوات المسلحة الملكية بقيادة قائدها الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة جلالة الملك محمد السادس. فإلى هذه القوات وقائدها الأعلى كل تحية والإجلال والامتنان، وإلى قوات الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية كل التحية والتقدير. وفي إطار توابت السياسة الخارجية للمملكة كما يرعاها جلالة الملك، وصل مجلس النواب مساهمته في الدفاع عن قضايانا الوطنية وفي مقدمتها الوحدة الترابية من خلال تبادل الزيارات والوفود مع عدد من البرلمانات الوطنية، ومن خلال المشاركة النوعية والمؤثرة في مؤتمرات ومنتديات المنظمات المتعددة الأطراف. وقد تواصل هذا الجهد الجماعي على أساس المأسسة والتأطير القانوني. سيدات والسادة النواب، تتطلب المرحلة الجديدة التي تدشنها بلادنا والمتميزة بإعداد تصور تنموي جديد تشتغل على بلورته في إطار منهجية الاشتراك والتوافق اللجنة التي عينها جلالة الملك لهذا الغرض، وكذا التحديات التي ينبغي أن نرفعها سوياً من أجل مواصلة تمنيع نموذجنا وإحقاق العدالة الاجتماعية والمجالية وتحسين الخدمات الاجتماعية. كل ذلك يتطلب منا في مجلس النواب إعطاء نفس جديد للعمل البرلماني. وفي هذا الصدد ينبغي التذكير بما راكمناه من إصلاحات على مستوى المجلس فيما يخص التخليق وتسريع الإنتاج والانفتاح وجعل أشغالنا منتجة للأثر الإيجابي على المجتمع وعلى الحكامة، وكذلك رافداً للإصلاحات المؤسساتية الكبرى، وحيث إن الإصلاحات هي مسلسل دائم يتأسس على التراكم. فقد حرصنا في إطار رئاسة المجلس ومكتبه مع السيدة والسادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية ورؤساء اللجنة النيابية الدائمة على تنفيذ إصلاحات جديدة، ووفرنا وسائل عمل جديدة أذكر منها إبرام اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس والجامعات العمومية من أجل توفير الخبرة والاستشارة لأعضاء المجلس. وحرصنا كذلك من جهة أخرى على هيكلة وتفعيل اللجنة المعنية بالعرائض والملتمسات من أجل التشريع إعمالاً لمقتضيات الدستور فيما يخص الديمقراطية التشاركية. وأطلقنا من جهة ثالثة الصيغة الجديدة لموقع المجلس على الإنترنت، والتي من مستجداتها على الخصوص منح المواطنين فرصة التفاعل عن بعد مع أعمالنا التشريعية من خلال ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن مشاريع النصوص المعروضة على المجلس. وواصلنا بنفس الحرص رصد الغياب في الجلسات العامة، وفعلنا في شأن ذلك ما يتعين من مساطر. وبعدما استنتجناه من الممارسة والرصد من دروس، سنعمل فيما تبقى من الولاية في إطار التوافق بين مكونات المجلس على الذهاب أبعد في مسطرة ترتيب الآثار القانونية عن الغياب غير المبرر في جلسات المجلس. إذ فتحنا لهذا الغرض ورشة تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب وكذلك النظام الداخلي للمجلس، وذلك حفاظاً على هبة المؤسسة وصورتها واحتراماً للنبل تحمل مسؤولية الانتداب البرلماني. السيدات والسادة النواب، في سياق ترسيخ بنائنا المؤسساتي والديمقراطي ينبغي أن نستحضر دوماً أن الأحزاب السياسية تشكل إحدى مرتكزات البناء الديمقراطي والمؤسساتي والتماسك الاجتماعي، وهي أدوات التنافس الديمقراطي والوساطة المجتمعية،
وهي بذلك مؤسسات لا محيد عنها، لا محيد عنها في ترسيخ لاستقرار المؤسسات وتوفير أسباب التقدم. وقد أثبت التاريخ الأمم المتقدمة وذات التقاليد الديمقراطية الناضجة والعريقة الدور الحاسم والمركزي للأحزاب السياسية في بلوغ ما وصلت إليها. وبالمقابل نتابع في سياقات أخرى حالات نقيضة، وبالتأكيد فإن في ذلك دروس ودحض للخطابات المناهضة للمؤسسات وللأحزاب. سيدات والسادة النواب، يختتم مجلسنا هذه الدورة في سياق دولي وإقليمي من سماته استمرار النزاعات الداخلية والعابرة للحدود والحروب في عدد من بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وحيث عدم الاستقرار مع كل التداعيات الراهنة والمستقبلية على شعوب هذه البلدان. وفي خضم كل ذلك تتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني المكافح من أجل حقوقه التاريخية. في هذا الصدد ينبغي التذكير دوماً بالدعم الحاسم، بالدعم اللامشروط الذي ما فتئ المغرب بجميع مكوناته يقدمه للقضية الفلسطينية، ورفضه مصادرة الحقوق الشرعية الثابتة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس التي يترأس لجنتها جلالة الملك محمد السادس، وعودة اللاجئين وإنهاء القمع والحصار على أشقائنا الفلسطينيين. وما الجهود التي يبذلها جلالة الملك من أجل القدس ومن أجل الحل العادل والدائم للنزاع في الشرق الأوسط، والدعم الذي يقدمه بيت مال للقدس للأشقاء الفلسطينيين ولدعم الخدمات في القدس والضفة والقطاع إلا دليل قاطع وملموس لا يقبل المزايدة على مواقف عملية ملموسة إلى جانب الشعب الفلسطيني. إن الأمر الزميلات والزملاء فيما يخص القضية الفلسطينية يتعلق بحقوق ثابتة للشعب الفلسطيني في الاستقلال وإقامة دولته المستقلة، وذلك وفق الشرعية الدولية التي هي اليوم أمام امتحان جديد في وقت يستفرد الاحتلال بفرض الأمر الواقع، وذلك في ظل اختلال غير مسبوق لموازين القوى الدولية والإقليمية. ومهما يكن فإن استمرار الاحتلال هو جوهر المشكلة، وكما قال الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش: فإن السلام لا يستوي مع استمرار الاحتلال والسيطرة. ونضيف نحن أن السلام لا يستوي مع الاستيطان وضم الأراضي، ولا مع العقاب الجماعي، ولا مع مصادرة الأراضي، ولا مع السياسات الأخرى التي تجعل قيام الدولة الفلسطينية مستحيلاً. إن الطريق إلى بناء السلام يمر عبر التفاوض والاحتكام إلى الشرعية الدولية وقراراتها، وبالتأكيد فإنه يمر بالضرورة ومنطقياً عبر إنهاء الاحتلال. سيدات والسادة النواب، نختتم الدورة الخريفية على مستوى الجلسات العامة فيما تواصل اللجان النيابية الدائمة أعمالها التشريعية والرقابية وإنجاز المهمات الاستطلاعية الضرورية، وهي أشغال مركزية وأساسية من حيث حجمها. في اللجان هي المختبرات الأساسية للعمل البرلماني وللتفاعل ولبرلمان القرب. ينبغي أن تشكل الحصيلة التي حققناها جميعاً بالتعاون والتكامل والتوافق بين كافة مكونات المجلس معارضة وأغلبية، وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حافزاً على مواصلة أداء الواجب وتمثل مسؤولية الانتداب البرلماني والعمل معاً من أجل ترسيخ الثقة بما يعزز تقدم ونماء بلادنا تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.